لا شك أنه هذا الأمر يحرج السيد السوداني، وهذا الطلب هو يأتي على تصاعد وتيرة الصراع وتوسعها نسبيا في غزة إلى جنوب لبنان. الجميع يتوقع ويتوجس أن حربا ولو محدودة في مع حزب الله في جنوب لبنان آتية، وأن الجميع يتخوف من توسع هذه الحرب. طبعا المحور الأول الذي قد تتوسع له الحرب ويتدخل هو محور المقاومة، وبالتالي استمرار إيصال التدفق الأسلحة عبر سوريا، طبعا عبر المطارات السورية إلى حزب الله، طبعا هذا يعني رفع وتيرة الحرب، وهذا طبعا ما يتطلب أنه العراق هو الممر الوحيد المتاح للطائرات الإيرانية بالمرور، لأن تركيا أكيد لا تسمح، الخليج لا يسمح، وبالتالي هذا ضغط أولي على العراق في اتجاه عملية المساهمة في حالة التصعيد والتوسع للحرب القائمة.